من هو النبي الملقب بالصديق؟ سيدنا يوسف. ماشي، تعال بقى هجيب لك سؤال جميل. من هو النبي الملقب بالصديق الأمين؟ استنى يا احمد، سهل جدا. سيدنا محمد. صح، شاطر، خدي. يا رب جاوب يا رب. من هو النبي الملقب بزنون؟ سيدنا يونس. ماشي، هجيب لك سؤال بقى. طيب من هو النبي الذي كان مكانته في الحقيقة؟ استنى، سيدنا إدريس. صح، شاطر. استنى، من هو النبي الذي ولد ولم يمت؟ سيدنا عيسى. صح. وأول سؤال بقى مش هتعرفي تجاوبيه، وأجيب لك سؤال تاني. من هو النبي الملقب بذو النورين؟ قدامك ثلاث ثواني. واحد، استنى، اثنين، ثلاثة.